غرام وانتقام مع اسمهان، كانت تعتبر قمة في حد ذاتها في الانتاج السينمائي العربي. وصادف طبعا القصة الرهيبة وهي موت اسمهان اثناء تمثيل. احكي لنا القصة. والله اولا يجب ان نترحم على روح هذه الفنانة اللي فقدنا بوفاتها مورد هائل من موارد النجاح للسينما العربية. لكن قصة اسمهان يظهر انه ربنا سبحانه وتعالى اراد انها تفارق العالم في الصورة الجميلة، صورة الزهرة العابقة المعطرة، فلم يشأ انها تعيش حتى تكبر في السن. ودائما الموت بيختطف ناس في عز الشباب، وكأنه يريد أن يحتفظ بهذا الجمال إلى الأبد. السيدة أسمهان من الفنانات اللي عملوا معي، وكانت على خلاف ما يشيع عنها تواظب مواظبة تامة على أوقات العمل وعلى الحضور وعلى حفظ أدوارها وعلى الاهتمام الكبير. لكن اللي حدث بالضبط هو قدر، ويخيل لي ان انا شعرت هذا القدر، لانه في يوم من الايام تقدمت مني، وكان يوم خميس، واحنا عادة يوم الجمعة في مصر هو يوم الاجازة، طلبت مني انها تروح على راس البر لانه لها صديقتين، والصديقتين من الاعزاء، ودعوها الى عشة صغيرة في راس البر تقضي فيها يوم الخميس الليل ويوم الجمعة ويوم السبت. فأنا اعترضت. ليه اعترضت؟ ما أعرف. قلت لها تروحي تعملي إيه راس البر؟ أولا يعني كانت أياميها راس البر مش المكان المريح والرفاهية اللي كانت اعتادت عليها اسمعني. قلت لها روح على اسكندرية. فقالت لها دول أصدقائي وأنا قبلت الدعوة. قلت لها طيب. الساعة 6 صباحا استأذنت زوجتي، قلت لها تسمحي اني اروح الح على اسمهان انها تيجي معانا اسكندريه؟ قالت لي زي ما تحب. فرحت لها في فيلا كنا واخدينها لها قريبه لبيتي، وفضلت الح الحاح شديد بلا معنى انها لازم تيجي معانا اسكندريه، وفضلت اشوه لها صوره راس البر وافهمها انه مش هتنبسط وانها هتكون مرهقه وهتكون تعبانه. وفجأة نجوم الاثنين الصديقتين وقالوا ان احنا جايين ناخدها، فقالت لي خلاص بقى مش حاضر ابدا. وكأنهم والعياذ بالله ملاكين من ملائكة الموت. والغريب انهم مركبوش معها، الغريب انهم سبقوها وهي ركبت سيارة ملك الاستوديو مصر، يعني سيارة ما فيهاش اي شبهة من الشبهات اللي شاعت على انه القتل كان عمدا. وهي رايحة على هناك تصادف انها وقعت العربية في مطب، وكانت معها صديقة او داندي كومباني زي ما يطلقوا عليها، فوقعت معها وكانت البابين مقفولين فما استطاعوش انهم يخرجوا. لكن موضوع الرواية عمل ازاي؟ موضوع الرواية كان هابي اند، كان نهاية سعيدة، فعمل ازاي؟ مش معقول اني اعمل نهاية سعيدة لفنانة توفت ما بقالهاش أسبوعين، وكان لسه فاضل على الفيلم على الأقل عمل أسبوعين. كانت لسه ما خلصتش؟ لا ما كانتش خلصت. فبذلت كل ما في وسعي من الحيل السينمائية ومن الاستعانة بشبيهات لها صورناها عن بعد، ومن حسن الحظ جميع الأغاني كانت سجلت بصوتها، واستطعنا بعد مجهود اننا نكمل الفيلم. لكن غيرت الموضوع واظهرت جثتها لما احضروها بعد الحادث المشؤوم، كما اني غيرت شخصية الفنان اللي بيحبها، خليته جن، وتمم الرواية بانه لحن لم يتم، اشارة بانه فيلم لم يتم. وغيرت النهاية طبقا للحادث. نعم.